كان لدي دائما تصور ثابت بأن الملك محمد السادس يملك إرادة إيجابية اتجاه إسبانيا، فالقرار بجعل العلاقات مع إسبانيا أولوية أمر نلمسه طيلة مسار الملك محمد السادس. على الأقل هكذا عشت هذا الأمر عندما كنت رئيس للحكومة، حيث ربطتني علاقات سلسة وإيجابية مع المملكة المغربية. ويجب ألا ننسى أن لدينا الكثير من الأشياء التي نتشاركها، فلدينا التاريخ والقرب الجغرافي وما يمكن أن نسميه بثقافة التنوع التي نجدها في الثقافتين معا، إذ نعثر عليها في الثقافة المغربية والعربية مثلما نجدها في الثقافة الإسبانية التي تعد مزيجا من عدة ثقافات. علاوة على ذلك لدينا حضور وحركية إنسانية، فالعديد من المغاربة يعيشون ويعملون في إسبانيا، وأتمنى دائما أن يعيشوا ويعملوا في أحسن الظروف وأن يشعروا بأن إسبانيا هي بلدهم، مثلما أن هناك العديد من الإسبان الذين أنشأوا مقاولاتهم بالمغرب والعديد من الإسبان الذين يزورون المغرب للسياحة. في المحصلة لدينا كل المقومات لتكون هذه العلاقات في المستوى الذي يريده الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، أي أن تكون علاقات نموذجية. Tenemos